بكم من جديد. رجعنا لكم في رونديفونا في الجزء الثاني هذا نحكي ونرجع على الندوة الصحفية لمنظمة أنا يقظ اللي رجعت فيها على تقييم مدى تحقق الوعود اللي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد أكثر من 750 يوم من توليه منصبه. في هذا الصدد خلينا نستقبل أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ. مرحبا بك أشرف. مرحبا. أيضا نستقبل طارق الكحلاوي القيادي المستقيل من حراك تونس الإرادة. مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا. كما يسعدني استقبال مروان فلفل النائب عن كتلة الائتلاف الوطني. مرحبا بك. مساء الخير. قبل ما نبدأ في النقاش خلينا نمشي وعودة على أبرز ما جاء في هذا البارومتر في تقرير زميلتنا رانيا المحسن. عقدت منظمة أنا يقظ اليوم ندوة صحفية قدمت من خلالها تقرير الشاهد متر اثنين لتقييم أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد. أكد خلالها رئيس المنظمة أشرف العويدي أن التقرير لا يقدم أداء الشاهد بل يقيم مدى تقدم الوعود اللي كان أطلقها. كنا أطلقنا التقرير الثاني لتقييم أداء السيد يوسف الشاهد المعروف تحت اسم الشاهد متر اللي هو موقع من خلاله لا نقيم الأداء بل نقيم مدى تقدم الوعود. احنا اليوم كان لاحظتوا كذلك لم نؤول النتائج، معناها فقط أعطينا النتائج كما لقيناهم ولم نفتح باب التأويل لأن الفترة التي تمر بها تونس اليوم مفتوحة إلى عديد التجاذبات السياسية، فحاولنا نبعده وننقاوه بالمنظمة على التجاذبات السياسية باش ما تحولش التقرير هذا إلى سلاح أو كوسيلة دعاية لطرف ما. ومن جملة الـ 85 وعد اللي أعلن عليها يوسف الشاهد وحسب ما أعلن أشرف العويدي فإنه تم إنجاز 15 وعد السنة هذه مقارنة ب 16 وعد تم تحقيقهم السنة الفارتة، في المقابل 19 وعد لم يتم تحقيقهم سنة 2018 واللي كان بلغ عددهم 24 وعد السنة الماضية. وبالنسبة للوعود اللي جاري تنفيذها خلال العام هذا وصلت لل 46 وعد مقابل 42 وعد سنة 2017. وفيما يخص الوعود اللي وصفها رئيس المنظمة بالفضفاضة بلغت 5 وعود سنة 2018 مقابل 3 وعود سنة 2017. أشرف العويدي وصف نسبة الوعود اللي حققها يوسف الشاهد بالمستوى المتدني في انتظار تحسن عدد الوعود المنجزة مع تزايد عدد الوعود اللي بصدد الإنجاز. ما نتوقعه أن في السنة الثانية لحكم السيد يوسف الشاهد أنه عدد الوعود المنجزة يتحسن وهذا لم يتم، ولكن في نفس الوقت لاحظوا أن عدد الوعود التي بصدد الإنجاز ازداد اللي خلينا نفهموا اللي فما عمل. وبخصوص زوز وعود اللي تم اطلاقها والمتعلقه بالشباب قال العويدي انه ينتظر وضع استراتيجيه وطنيه للشباب وهو الشيء اللي ما تمش تحقيقه لليوم. وقال كذلك انه يوسف الشاهد لم يفشل في تحقيق الوعود هذه انما بصدد العمل على تحقيقها. فيما يخص الوعود المتعلقة بالشباب كانوا زوز وعود، منها إنجاح مؤتمر الشباب. في إنجاح مؤتمر الشباب التظاهرة نجحت ولكن لحد اللحظة هذه ننتظر أن يكون هناك استراتيجية وطنية للشباب. لذلك اعتبرنا أن السيد يوسف الشاهد لم يفشل ولكن بصدد العمل على هذا الموضوع. وأشار أشرف العويدي أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة باش يتم كذلك عرض تقرير السبسي متر يتضمن مدى تقدم أو تحقيق الوعود اللي أطلقها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وبعد هذا التقارير المتعلقة بكل من رئيسي الحكومة والجمهورية يبقى السؤال المطروح، هل باش يتم تحقيق ما تبقى من الوعود اللي ما تمش إنجازها قبل انتخابات 2019 أم أنها باش تكون في خانة الوعود الفضفاضة؟ أشرف عوادي رئيس منظمة أنا يقظ. أشرف نرجع على البارومتر هذايا شاهد متر اثنين هذايا صار انطلاقا من الوعود اللي قدمها يوسف الشاهد. خلي نفهموا عدد الوعود، ما أنجز وما لم ينجز، وشنية معاييركم في تقييم مدى تطور إنجاز هذه الوعود؟ هو نفس المنهجية اللي استعملناها منذ بداية المبادرة على الميترز اللي بدأت مع سيد مهدي جمع. كان عندنا جمع متر ثم السيد متر ثم تقريرين يتعلقوا بالسيد يوسف الشاهد اللي خلينا نقوله ديما نعتمدوا على الخطاب الأول، الخطاب اللي من خلاله يلتزم رئيس الحكومة أمام البرلمان بخطة طريق واضحة ومن خلالها يقدم مجموعة من الوعود. ناخذ الوعود هذوما نحولوهم ولا نصنفوهم لمجموعة من الوعود قد تكون اقتصادية، شباب، محاربة الفساد، وعود خارجية، ثم يتم المتابعة على تحقيق الوعود هذوما باتباع خلينا نقول زوج مصادر. مصدرنا الأولاني هو النفاذ للمعلومة، المواقع الرسمية للدولة التونسية، وكذلك تقارير الإعلام اللي من خلال نحاولوا نلموا قد ما نجموا معلومات نبوبوهم ومن بعد ندخلوا في المرحلة الثانية اللي هي اللجنة الأكاديمية اللي فيها ست أدراف. تواصلتوا مع الحكومة في هذايا؟ الحقيقة لا، ديما نعولوا على التقارير الرسمية نتاع الحكومة وإلا الإدارة، ما نحبش نقول الحكومة، نقول الإدارة اللي نمشيو للمؤسسات في حد ذاتهم نحاولوا نشوفوا اسكو فما
وثائق معطيات، وهوني ماذا بين حل قوس واحد آخر اللي في دستورنا عندنا الحكومة المفتوحة، ماذا بينا حينونا المواقع، أنك ربما عندك إنجازات إحنا ما حكيناش عليهم، ولكن إذا أنت تحين المواقع وتخلي ما نحبكش توفر لي المعلومة كمنظمة، تحبك توفر لي المعلومة كمواطن تونسي، خلي المعلومة متاحة للجميع، مش قبل بأسبوع منك تسمع المنظمة. أشرف عوادي، أنت تقول لي انطلقنا من الخطاب الأول لرئيس الحكومة، لكن ندخلون شفنا برشة تحويرات على مستحين، خلينا نقوله صحيح. على مستوى الانتظارات والوعود تبدلت، لسيركونستانس تبدلوا، المؤشرات تبدلوا، وتابعا لذلك تبدلت برشة أمور. هذا ما ينجمش يمس شوية من الموضوعية متاع التقييم تاعكم؟ هو كان عمل عكس، ربما يمس من الموضوعية، خاطر احنا ديما نقولوا نقيم الوعود ولا نقيم قيم الأداء. الأداء متاع رئيس الحكومة يدخل فيه مجموعة من خلينا نقول المعايير الأخرى، اتفاقك مع صندوق النقد الدولي، مفاوضات الاجتماعية، فبالتالي فما ديما حاجات جديدة تزيد. لكن اللي يهمنا نحن هو الرؤية الأولى للسيد رئيس الحكومة لحكمه، الفترة اللي باش يقضيها كرئيس حكومة، شنية الإنجازات الكبرى اللي نمشي فيها. دونك ناخذوا خلينا نقول الفيزيون الأولى نتاعو، هو شنية يحب يعمل في الفترة هذيك، ونقيم الوعود. اللي تحكي فيه سيادتك مهم، ولكن يدخل في باب تقييم الأداء، واللي احنا اخترنا ما نمشيوش عليه لأنه يتغير بشكل دوري. الفترة الزمنية اللي قدمتوا فيها وخدمتوا عليها هي 750 يوم منذ اليوم الأول اللي تولي السيد الشيخ. علاش ما استنيناش نكمل الموندا هذا؟ خاطر لازم تحيين سنوي باش نوعا ما نوفروا للناس ها وين وصلنا، ها وين ناقصين. المفروض اللي يصير السنة الجاية إن شاء الله قبل الانتخابات يكون زاد تقييم، لكن نهائي المرة هذه باش نحكيو فيه ثلاثة سنوات أو ربما أقل للسيد يوسف الشاهد، اللي من خلاله باش نقولوا هذا رجل عدى مدة خلينا نقولوا مسؤول في الدولة التونسية، هاي الحصيلة نتاعو. السيد حبيب سيد نتفكر أنه فاجئونا بدعوته للبرلمان، فاجتهدنا في أسبوع أن نجهزوا تقرير أخير للسيد حبيب سيد، باش هكاكا ما يمشيش شخص يتساءل قدام البرلمان دون ما يكون فما طرف ثالث بالإضافة للبرلمان التونسي يقيم العمل نتاعو. وإذا فما مثلا نحكيه برشا على تحوير ولا تغيير سيد يوسف شاهد، كذلك لو يتم تغيير يوسف شاهد سنسعى أن نوفر تقرير للشعب التونسي باش يعرفوا مرور هذا الرجل بدولي بدولة. حاضرين معنا سياسيين، خلينا نشوفوا آرائهم وملاحظاتكم على التقرير هذا. طارق الكحلاوي، خليني نبدأ بيك، سمعت أشرف على شنو حكيت تقريبا اللي ورد في هذا الشاهد ميتر اثنين، ملاحظاتكم عليه؟ أنا الحقيقة نحب نحيي منظمة أنا يقظ، لأنها قاعدة تقوم بدور مهم ياسر. علاش هو فما تركيز ربما على الندوة هذية وعلى الخدمة اللي خدموها، سواء من وقت جمعة ميتر أو سيد ميتر وتوا يعني الشاهد ميتر؟ لأنه فما مشكلة متاع غياب للتقييم في الساحة السياسية. يعني توا أنا كنت نتمنى أكثر، مع كل شكري للمجهود اللي قامت به أنا يقظ من خلال ما هو متاح، كيف ما قال توا أشرف، ما هو متاح من معطيات، ما هو متاح من معطيات علنية في مواقع إلكترونية أو في بيانات صحفية. كنت نتمنى أكثر أن الجهاز أو المؤسسة المعنية أكثر بالتقييم والتقييم الدوري والتقييم المعمق المتمثلة طبعا في البرلمان، أن نشوف نقاش كيف هكا أكثر وضوح وأكثر جدية في الاتجاه هذاك. يعني أنه كي تتحط الحكومة الكل ويصير نقاش عام من غير طبعا توتر زايد، ويكون معطيات، ويكون على أساس مسائل أدق من هذايا، مش فقط تسجيل نقاط سياسية. يعني هذايا هو الوضع اللي يخلي أنه منظمات المجتمع المدني نوعا ما كأنها تعوض الدور اللي تلعبه المؤسسات. ومش بالصدفة راهو أنه كي نشوفوا مختلف استطلاعات الرأي، أكثر مؤسسة تعاني من مشكل في البرسيبسيون على مستوى الرأي العام في تونس هي مؤسسة البرلمان. يعني وهذا ناتج لأنه فما إشكالية على مستوى التقييم غاديك. ما نحكيش على التقييم توا في توا مثلا مطروحة عنا توا أشهر، مطروح النقاش حول تغيير حكومة الشاهد. هل صار تقييم الأعضاء حكومة يعني الشاهد من الأحزاب نفسها، من الأطراف المشاركة بشكل جماعي؟ لي تقييم شكون يقعد تو باش يطرح تحوير حكومي، يطرح تحوير حكومي؟ هل في التحوير الحكومي صاير نقاش معمق حول شكون مثلا قدم في الملفات نتاعو وشكون ما قدمش؟ الفراغ هذا يخلي منظمة المجتمع المدني تلعب الدور هذا مع كل أهمية نتاعها، لكن
فما مؤسسات اخرى من المفروض هي اللي تلعب الدور هذا. باهي مروان فلفل، ثم شنو اللي يقول لكم اليوم علاش ما طلبوش باجتماع دوري او مساءله دوريه او بخلاف التوصيف، يعني مش ندقق في التوصيف، مع رئيس الحكومه لتقييم هذا الاداء، لتقييم عده مسائل، يكون في شهر في شهرين في ثلاثه، يكون بصفه دوريه كيما معمول به في البلدان الديمقراطيه الكل، ويصير على هذا الاساس هذا البارومتر او هذا التقييم. هو صارت تقريبا بالاجابه مباشره، ولكن نحب قبل ما نجاوبك على السؤال نحب نشكر منظمه نايقظ، لانه هذا انا نقول المكسب اذا كان فما بارومتر حقيقي، انه اليوم في تونس نجموا نفتخروا بمجتمع مدني نشيط. و الكلام الباهي نتاع انه ما حاجتيش انا بشكون يشكرني، ولكن حاجتي بشكون يقول لي وين غلط، يعني الانجازات انا نعرفها ونجم انا مكلف باني ندافع عليها. وهذا مهم جدا، وكلام معناها ثقافة المسائلة يلزمها تجي، ويلزموش إنسان يتعدى بمنصب ويذهب وما نعرفوش شنو البيلون نتاعه وشنو اللي عمل به وشنو باش السيد اللي مش يجي، لأنه المناصب والتداول هذا هو سنة الديمقراطية، باش يجي بعده يعرف شنو الأغلاط وشنو. أنا حبيت نطلع على التقرير، مع الأسف التقرير غير موجود. جست اون افيو لي باش يتم نشره اشرف عوادي او مشهور ديجا متر بوان، لكن لا يحمل وليس موجود، لكن تحميل مش مشكل، معناه هو ما نجموش نقراوه. كيف فما ملخص عندي بالضبط 23 نقطه تحققت تقريبا 19%، 59% ما يقارب ال 50% بصدد الانجاز، 21% لم تحقق، 11 فضفاضه. بطبيعه الحال انا عندي بعض الملاحظات المنهجيه، وباش نرجع لك لسؤالك، ملاحظات منهجيه لتحسين العمل، وهذا معناها من شخص يريد ونائب يريد انه يعمل سويا مع المجتمع المدني بانفتاح. في منهجيات البارومتر عموما فما بعض الوعود اللي هي على سنه، مثلا نقول نسبه النمو السنه القادمه في 2017 مش تكون كذا، انت تحافظ على نسبه النمو، احنا في 2018 وتحسنت نسبه النمو، فبالتالي هل النوعيه في بناء البارومتر ولا ميثودولوجي اللي نسمعوا به البارومتر فيها نوع من التحسين، وبالتالي معناها هذا نلت لكم النظر ليه. الحاجه الثانيه في خاطر كانت ضمن الاجراءات العاجله، فما في الخانات ولا في التصنيف كي تمشي للاجراءات العاجله، نحكيو على الاجراءات على 100 يوم الاولى والسنه الاولى، لكن فما نتصور في المستوى الاقتصادي العديد من الاجراءات اللي تحيي بعض النماذج من هذه الوعود باش يفسرها لنا اشرف عوي. انا نحب نجاوبك مباشره انه رئيس الحكومه ذهب اكثر من 5 مرات للبرلمان، وكان له يسمى اليوم البرلماني اللي فيه المسائل وفيه التقييم، وعمل البرلماني ودوره الرقابي راهو يقوم به ومنشور من الأسئلة الكتابية والأسئة الشفهية. تقول لي 5 مرات، هل هي كافية في عامين؟ أكثر من هكا، أنا نجم نقول لك أكثر من 500 سؤال كتابي موجه بالقانون وينشر على المجلس ويجمو كل مواطن تونسي باطلاع مباشر، والخيان في أنا يقظ عندهم اطلاعات على مختلف الأسئلة. الدور البرلماني أنا نقول مقارنة ببرلمانات أخرى، وما نحبش نقول أنه مازلنا باش نتحسنوا، ولكن فما فرق بين البيرسبسيون الانطباع اللي يحكي عليه طارق وبين الحقيقة. أنا باش نقيم نجم نعطي قداش من ساعة عمل في البرلمان، قداش من سؤال كتابي، قداش من إجابة، وبالتالي نستطيع أن نتقدم. محمد بوغلاب، نبدأ بسؤال مالك، يعني قلت لك علاش توا؟ علاش ما استنيتوش؟ تعرف اللي عند العرب بالتفكير التآمري، نمشي معاك للأقصى للأخر، علاش توا؟ كي ناخذ الحصيلة نتاع التقرير نتاعك نلقاه يعني إيجابي لمصلحة الشاهد، يا إما بصدد التحميل جاري التحقق الوعود نتاعو، وإلا تحققت، رغم اللي ثم حاجات أنا نستغرب كي تحطوها تحققت، من نوع مساعدة القطر الليبي الشقيق على استكمال بقية مراحل مسار التسوية السياسي، تحقق. تحكيوا على ليبيا اللي نعرفها ولا على ليبيا واحدة أخرى؟ العمل على إنجاح المؤتمر الدولي 2020 تحقق، نجاح في التنظيم، تحكي في التنظيم والجزء الاخر في المتابعه، تلقاها مازال بصدد الانجاز في الوعود، لقيتها معناها انجاز الندوه. سؤالي سيدي، وكانه اوكي مش نشكر، كان اللي تخدموا في خدمتكم زينا من الشكر صحيح، اما هالشكر هذا في سياق سياسي، حرب مفتوحه تاع كسر عظام، وكانه اعطيته ورقه ليوسف الشاهد تقويه. انا يقظ قدم لي تقرير تقول يوسف الشاهد قاعد يحقق في انجازات. نحب نسال على جزئيه تتعلق، انا قرنت رجعت للي عملتوه بالنسبه للحبيب الصيد، ما خدمتوش على نفس المحاور،
يعني مثلا موضوع المياه، المدن والجماعات المحلية، الجهات، حطيتوا اليوسف الشاهد ما وعوده للجهات وأغلبها تحقق. هي حتى حبيب الصيد دارها للبلاد، يعني دارها من الشمال للجنوب، يعني ما فما حتى مقاومة الفساد، يعني ما تلقاهاش عند، تلقاها محدودة، معناها وكأنه ما نعرفش هل أنتم مقاييسكم جاهزة أو تختاروها بناء على الوعود. ونختم مرة واحدة ونبلوك واحد، هل كثرة الوعود عنده قيمة بالنسبة لكم؟ يعني أنا عندي 72 وعد، أنا رئيس حكومة السابق لحب الصيد، جاء يوسف الشاهد أعطاه 115، هل هذا يعني كما 20 كما 30 كما 200؟ وإلا يأثر على طبيعة التقييم نتاعكم. أسئلة دسمة الحقيقة. في التأويل مثلا كي نشوفوا عدد الوعود، فما شكون يقول لك بحكم انه انت عندك 15 وعد تحققت وعندك 19 وعد لم تتحقق في البيلان سلبي، وتقعد ديما كل واحد يحب يجبد الوعود بصدد الانجاز ليه، فما شكون يقول لك سنتين يعطيه الصحة، فما شكون مازالوا عام ومازالوا خمسة. فبالتالي نقاو احنا في الوسط، احنا قلنا لن نؤول، لا باش نعطيو الارقام كيما هما وخلي الناس تأول. في ما يخص الجزء اللي احنا نسميه باب التبويب، شنو نعملوا؟ ناخذوا احنا جميع الوعود اللي يلقيهم السيد رئيس الحكومه السيد مهدي جمعه، وكان ترجع المهدي جمعه تلقى زاد التبويب مختلف، ناخذوا الوعود هذيك. الباز نتاعكم هي الوعود المطلقه في اول خطاب، واحنا اللي نقوموا بالتبويب. فبالتالي كل خطاب يجيب لنا ابواب جديده، منها مثلا محاربه الفساد التي لم تكن في تقرير لا السيد مهدي جمعه ولا السيد حبيب الصيد، ولكن حكى عليها السيد يوسف الشاهد في 8 وعود فتم اضافتها. دونك الاشكال اليوم نعطيك حتى المنهجيه، انه بعد ما يتم جمع المعلومات هذه فما جزء اللجنه الاكاديميه اليوم 6 افراد، والحقيقه فما اشكال اللي احنا بيدنا نختلفوا فيه ونقولوا هل مثلا ناخذ وعد الاغتيالات السياسيه وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية. اليوم الإلزام اللي قام به سيد يوسف الشاهد هو إلزام بالسلطة القضائية، هل من حقه يلزم السلطة القضائية معه؟ فبالتالي تلقى أنه نوعا ما أحيانا في الملف الليبي تقف أنت عند الحدود ولا الوعود نتاع السيد رئيس الحكومة، خاطر جزء آخر عنده علاقة بالسيد رئيس الجمهورية اللي باش نحكيو عليه في 7 سنتيمتر. فالعمل نتاعنا الحقيقة نتعبوا برشا، أولا لأنه الوعود فضفض من ناحية وعود فضفاضة، خلينا نفسروها خاطر شفنا ما أنجز وما لم ينجز. تعزيز ثقافة العمل كيف؟ تعزيز ثقافة المواطنة كيف؟ هذه تتحقق نبدا احنا في الجلاس يعني كيف؟ معناها اعطيني معناها مجموعة مؤشرات قياس خاطر نحبوا نمشيو فيه، انه يكون عندي مجموعة من المؤشرات انا نقيس على خاطرهم. المؤشر ايش فيه؟ نسبة وتاريخ زمني. هذاش معناها مؤشر، جيت تقول لي راهو مع موفى كذا سنحقق كذا، اللي هو غير موجود. فتلقى روحك تلوش في المقالات، تراسل في الادارات من اجل انك تاخو على الاقل لمحه اوليه. علاش الحذر هذا من التواصل مع السياسي؟ يعني ايش كان يصير انكم لا ايش كان يصير لو قبلتوه يوسف الشاهد وتعرضوا عليها هاي وعودك وين وصلت؟ هذه النقطه يعطيكم اكثر دقه. لا هذه النقطه الجايه، هذه النقطه الجايه اللي احنا كما سرت العاده مع رؤساء الحكومات بعد ما نكملوا علينا التقرير نتاعنا باش ما يتوظفش زاد سياسيا. خاطر نوعا ما كاش نقابلوا السيد يوسف الشاهد قبل شكون قلت لكم تفهمتوا على الريزولتا ديجا يا جماعه. دونك ديما كيما مع السيد حبيب الصيد نمشي نقدموا له تقرير ونتجادل، ما نحبش نقول نتناقشوا ليه، فعلا نتجادل. طارق الكحلاوي توا اشرف عوادي يقول لك احنا ما نقيموش، احنا نقدموا المعطيات حسب الوعود اللي قالها رئيس الحكومه يوسف الشاهد، والمتامل في هذا التقييم هو اللي يحكم وحده يشوفها اذا كانت تقييم الحكومه وتقييم اداء رئيس الحكومه سلبي ام ايجابي. انتم كسياسيين كيفاش تقيموه اليوم حكومه يوسف الشاهد ورئيس الحكومه يوسف الشاهد؟ يعني هو طبعا مش يقيم، يهرب من كلمه تقييم، برغم هو يعمل في التقييم لكن باليات مختلفه. السياسي يمشي للحكم بشكل واضح على شنو هي الوضعيه. نحب نرجع جوست حاجه قالها مروان حول الاسئله الكتابيه، صحيح موجوده وعديده ونتبع فيها وموجوده في الموقع نتاع المجلس. الاشكال هو في الحوار اللي يجرى، راهو الانطباع السيء على البرلمان اللي هو حاجه مؤسفه. راهي انا بديت من التاسيس كي تشوف الاشكال في البرلمان هذا. لا ما قلتلكش خاص بالبرلمان هذا، خاص بالمؤسسه التشريعيه. الاشكال هو في عموم النقاش اللي يجرى، نوع النقاش اللي يجرى. تو مثلا النقاش اللي عندنا نحن، تو سال سي محمد اسال على المساعده في العلاقه بالوضع في ليبيا، جاوبوا في علاقه النقاش هذا البسيط اللي فيهش برشا معناها كلام هكا انشائي، يمشي مباشره للاشكاليه ويحاول يجاوب عليها. هذا ماهوش قاعد يجرى بالشكل
المطلوب في المجلس، نظرا لعدد ظروف المجلس هو لساحة وغاء عمليا بين ستارة. مختلف ستارة. الأطراف برشا نواب من أصدقائك وزملائك السابقين واللي موجودين معك في نفس التوجه هما اللي ساهموا في تكريس هذه الصوره نتاع الشعبويه. ما حبيتش معناها باش نحكي لك راهو ما حبيتش تخندق باش نحكي انت لانه الجمعه في بعض الاحيان انا الفكره الجماعيه هي راهي تنقص من دقه التحليل. انا قاعد نعمل في تحليل عام كان نمشيو للمسؤوليات وشنو هي الوضعيه وهذاك فاش قاعد يعمل وهذاك فاش قاعد يعمل. يعني كنت في النهايه نواب الاغلبيه، انت مروان توا موجود في كتله مختلفه لكن كنت موجود في اغلبيه، الاغلبيه هذيك كانت مسؤوله على المسار الكامل نتاع المجلس. ما نحبش لهنا نمشي تحميل المسؤوليات. نرجع لوضعيه يوسف الشاهد وتقييم يوسف الشاهد. يعني لهنا عندك حكومه معناها بدات باطار سياسي واكثر من سياسي وعندها اهداف معينه بغض النظر على دقه الاهداف هذيك الى طرف ولا عركه داخله. دونك تطرح الاشكاليه الاولانيه، انت كي تبدا عندك في السلطه التنفيذيه ناس تمارس في سياسه وناس اللي في التشريعيه اللي في المجلس خصومك، هنا فما اشكال نتاع فونكسيونمون بازيك نتاع العمل نتاع الحكومه، لانه الحكومه جزء من عملها هو امتداد على مستوى البرلمان، القوانين اللي باش تعديها. انا نعرف مثلا عدد من القوانين اللي طرحته الحكومه مازال ما تناقش، ما تروح على جنب بغض النظر على انا عندي مشكله مع بعض القوانين اللي طرحتها الحكومه مثلا في علاقه بالصفقات العموميه، راه ينجم يفتح اشكاليه كبيره على مستوى تسيير الصفقات العموميه، لكنه محطوط على جنب وهو يتراه الحكومه على اساس انه قانون مرجعي واساسي باش تنجم تحقق به سياستها. دونك فما مشكله نتاع فونكسيونمون متعلق بالازمه السياسيه اللي داخل اساسا نداء تونس. الحاجه الثانيه التقييم العام، عندنا الجانب الاقتصادي. انا نبدا من اليوم موديز نتاع وكالة الترقيم، أحد وكالة الترقيم الدولية اليوم مشات لنا الباد، مشات للسيء، كانت معناتها في مستوى معين زادت هبطت. ما نحبش ندخل برشا في الأرقام خاطر وليت أنا ساعات نستغرب في نوع النقاش المطروح في الجانب الاقتصادي. نجموا نتفقوا نجموا نختلفوا حول مدارس اقتصادية ورؤية اقتصادية كيفاش نحلوا المشاكل، لكن التشخيص أنا ولي التشخيص فيه زاد اختلاف نتاع والله وضع جيد. كيف سمعت انا البارح احد الخبراء اللي يتبعوا نداء تونس استقال مؤخرا قال الوضع جيد. وضع جيد كيفاش؟ معناه هو طبيعه تعامل صندوق النقد الدولي وعدد المؤسسات الماليه الدوليه مع تونس يعكس الوضع ما ينجمش يكون جيد. الوضعيه تاع الازمه الاجتماعيه والتصعيد اللي صاير اللي فيه اشكال، هل هالتصعيد اللي صاير عنده مشروعيه والا لا؟ هذاك موضوع اخر. هل عنده نكهه سياسيه او دوزه سياسيه ولا لا؟ هذاك موضوع اخر، لكنه يعكس مشكله على مستوى المقدره الشرائيه اللي موجوده على مستوى واقعي. هذا تقييم طارق الكحلاوي. نفس السؤال مطروح ليك بالنسبه لتقييمكم انتم مروان فلفال لحكومه يوسف الشاهد وحكومته، وانتم دايوغ مسندين يوسف الشاهد وحكومته. نحن مسنده نقديه. اش معناها مسنده نقديه باش نوضح؟ معناها اليوم نعرفوا نحن حجم التحديات المطروحة على تونس ونعرفوا صعوبة الوضع ودقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي احنا نعتبره انه هذايا مثلا انه أسعار البترول وانه المشاكل في محيطنا الجيو استراتيجي، الوضع في ليبيا، في هذايا الكل يأثر على الوضع متاعنا مع تأخر الإصلاحات لأنه ما عندكش أطراف ربما شريك متقبل أو مسهل لك العملية في هذه الكل نعرفوها. فبالتالي دور السياسي أنه لا يعقد الأزمة. المشكلة اليوم في تونس أنه من هم كانوا من المفروض أن يساندوا حكومة السيد حكومة يوسف الشاهد ويمثلوا الحزام السياسي ليه هم العقبة التي كانت أمامه وهم سبب صناعة أزمة إضافية اصطناعية اللي هي ما تبقى في نداء تونس، هذه الهيئة المنصبة عليه اللي خلقت أزمة مفتعلة بدرجة من الرداءة وسوء الإخراج وسوء الإدارة اللي اضافت لي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. خلافه اليوم مع رئيس الجمهوريه مش مع الجزء من حزبه، خلافه اليوم مع الراس الثاني للسلطه. مش انا قلت مثلا هل خلافه مع رئيس الجمهوريه الاشكاليه هذه مهما كانت مع انا بالنسبه لي نداء تونس لانه بدات بتصريح لانه نداء تونس هو الحزب والحزام السياسي، رئيس الجمهوريه يقوم بدور دستوري يجب يختلف مع لكن حقيقه في البرلمان الحزام السياسي يوفره الحزب بكتلته النيابيه. اذا كان
الحزب ما حشتوش به الحزام هذا اذا يعطلوا ما عادش هو بين اللي مش محتاج وين فما خلاف مع رئيس الدوله وسي محمد هذا هو الازمه هل يتصرف كرئيس دوله او كرئيس حزب هذا يظهر لي سؤال وهذه هل يتصرف كرئيس دوله او رئيس حزب هذه الازمه السياسيه عقدت هذه الازمه السياسيه عقدت الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما تحقق اليوم وانا نقول فما مؤشرات نجموا نبنيوا عليها رغم هذه الأزمة السياسية الخانقة مثلا أنا نرجع نسب النمو ونرجع إلى التحسن في الاستثمارات وهذه ربما مش محسوسة للمواطنين ولكن فما في مستوى المالية العمومية أول مرة ما نجيوش بقانون مالية تكميلي نزيدوا به فلوس لأنه اليوم بترول ب 75 دولار وقتالي نحن عم ناول ب 54 دولار معناها أشرف عوادي نرجع لمسألة النفاذ إلى المعلومة لأنه نعرف خدمتكم بالأساس معتمدة على التعامل مع الإدارات وما إلى ذلك لقيتوا صعوبات في الولوج إلى المعلومة على مستوى مدكم بالملفات بالمشاريع ثم وزارات أو إدارات عطلوكم أو شيء من هذا القبيل هو في نخدم بالوعود خاطر فما وعد يتعلق بالنفاذ المعلومة للسيد يوسف شاد اللي احنا اعتبرناه بصدد الإنجاز علاش خاطر من ناحية أنزل الأمر الحكومي يتعلق بالنفاذ المعلومة ولكن في نفس الوقت كي تحكي مع هيئة نفاذ المعلومة تقول لك اللي عندها موارد شحيحة وشحيحة جدا ما رصدتهاش الحكومة بصفة الكافية هذاك علاش قلنا فما بداية من خلال الأمر الحكومي ولكن غير كافي فبصدد الإنجاز لكن بنفاذ المعلومة خلينا نكون واضحين الإدارة اللي تعرف اللي احنا حاطين أصبعنا على مشكل ما جاوبكش تو سامبلومون تتظلم تمشي بعد القضاء لهيئة نفاذ المعلومة تتحصل على المعطيات هذه فبالتالي نحب نقول اللي ماهوش نفاذ كم كل حالة نجم نعتبرها وحدها ولكن ماذا بين نفتح قوس ورجاء من أصدقائي الصحفيين لا يعقل أنه ثلاثة مطالب نفاذ المعلومة فقط قدموا للهيئة من قبل الصحافة نعرف اللي حق نفاذ المعلومة هو حق ما نحبش نقول نخبوي ولكن ما نستعملوش الناس الكل بالأساس المجتمع المدني والإعلام ولكن اليوم الحق هذا ما دام خذيناه يلزمنا نستعملوه للأخير بشكاكة يولي جزء من الثقافة متاعنا والإدارة تفهم اللي راه هذايا سني بلو ان شوا هذه حاجة لازم يتعودوا عليها أشرف حكيتوا على ديزانكس أيضا اللي وعود تمت إضافتها وتحطونا الوعود اللي تم إضافتها هي الوعود اللي عندها علاقة بالجهات في بالنسبة للسيد يوسف الشاهد نتوقع أنه على الأقل بدينا نحكيه توا على تقرير السنة القادمة اللي سيتم إضافة الوعود اللي عندهم علاقة هاتم حيانتوا فينا المعملتوها المزاجوه انت على السنة الأولى اللي هي تخص الزيارات نتاعو الجهويه بالنسبه للتطاوين وكله حطيناهم في الانكس باش هكاك ما ياثروش على المنهجيه الاساسيه نتاعنا اللي تتعلق بالوعود امام البرلمان اللي كل ما كان فما ازمه سياسيه كما في الكامور كما في 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 في, في القيروان فما مجلس وزاريه انتقلت للجهات وفيها اجراءات زادت صحيح اما ما حكيناش عليهم الكل ممكن اضافه نابل بحكم انه فما اعتمادات كبيره المفروض تترصد من اجل المشكله ربي يتسر زاد اهالينا في قصرين ولكن وين أشرف عوض سيف متوقع بعد جمعتين بعد جمعتين كالعادة ذي الفرق ديما كل شهر سبتمبر يتم معلش ما تستناوش يكمل الموندام تاعو وبعد ما نحاسبوش لي احنا بقدرة ربي دون دو سمان يكون كالعادة سبسيميتر ديما ذيك الفرق بين الزوز تقارير تاع أسبوعين باش هكاك زاد ما تقلقوش من ان شاء الله نختم معكم 10 ثواني كل واحد نبدا بك طارق كحلي لا انا مره اخرى نحييهم وناكد على انه فما اشكاليه على مستوى مؤسساتي للتقييم نحن في حاجه وحتى على مستوى الاعلام انا معاه انه تتعمل البلاتويت تكون جزء منها كيف نهك نقاش رايد بالارقام اش فما اش عملش ما عملش وانه صحفيين يلعبوا دور استقصائي من خلال طلب المعلومه هذه حاجه اساسيه انا نحب نحيي مره اخرى ميسالش لانه يستحق لكن في اطار ديما المنهجيه فما قيم وفما وعود كي رئيس حكومة يتحدث على قيمة العمل وقيمة المواطنة هذه قيمة ونحب أن نأكد على قيمة مهمة هي إن شاء الله في السنة هذه ونحن في كتلة جديدة يكون شعارنا وقيمتنا الصدق في القول والإخلاص في العمل وهذا إن شاء الله نوصلوه ونحسنوا صورة البرلمان والسياسيين ونرجعوا ثقة المواطن بالدولة لأنه بدون هذه الثقة تونس كاملة خاسرة وإذا كان خسر الوطن راهم حتى طرف سياسي ربح اليوم هذه معركة من أجل البناء إن شاء الله معركة الانتصار متاع الدولة اللي قاعدين نقوموا بها اليوم بدايتها إن شاء الله نوصلوا نحقوا فيها نختم معك أنت محمد بغلاف سهرة طيبة سهرة طيبة شكرا لك محمد بغلاف شكرا لك مروان حنتال أنا مع كثر الأسئلة في الوطن شكرا لك أيضا طارق الكحلاوي القيادي المستقل بحركة فيها حراك تونس الإرادة شكرا لك أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ في انتظار السبسي متر بعد جمعتين إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة نلتقي غدا إن شاء الله في نفس التوقيت صباح الخير ناس الكل